شبهت بمقابلة عبر شاشة الأو تي في الوزير جبران باسيل بالرئيس بشير الجميل من ناحية صعوده وطموحه الرئاسة. بعدك على رأيك عفيك أو بعدك يعني مقتنع بهالرأي اللي أعطيته ولا غيرت؟ أنا بشكرك على التوضيح لأنه فهموا الناس أنه أنا عم قارن بشير بجبران. الحقيقة عم بقول جبران عم بيحاول أنه مثل لك بشير عمل عقدة عند الكل، عقدة بالمعنى الإيجابي، أنه بمساره قدر عمل رئيس جمهورية رغم أنه ما حدا كان متوقع أنه يقدر يعمل رئيس جمهورية، لأنه حزبي ولأنه كتائبي ولأنه ميليشيوي ولأنه قوات. يعني ما كان ممكن تتصوري بالسبعينات أنه بيجي واحد اسمه بشير جمعي. وإذا صار بشير نوع من نموذج لكل واحد بده يترشح، لسبب أنا ما بشبه بشير بجبران ببشير، أنا بشبه أنه طريقة العمل تبع جبران تشبه طريقة العمل تبع بشير. عم بيحاول جبران يفتح كل الخطوط بكل الاتجاهات. هذا شو رأيك بظاهرة جبران باسيل؟ بعد بدأ وقف. أنا برأيي ما صار ظاهرة بعد، صار بعده مرشح، بعده نائب، يعني ترشح على النيابة، ترشح على الوزارة، بس جبران ما صار ظاهرة ولا شعبية ولا سياسية. هو سؤال بالفيديو من الوزير السابق ملحم رياشي. ملحم صديقي أستاذ كريم، مرحبا لإلك ولجيسيكا، مبروك البرنامج أول شيء. سؤالي إلك، هل برأيك بعد سقوط الثنائية المسيحية على أثر إسقاط اتفاق معراب اختل التوازن الوطني يلي كان قائم بعد 30 سنة على غيابه؟ شكرا للوزير ملحم رياشي على هالمداخلة. اختل التوازن بعد سقوط هذه المصالحة؟ بالتأكيد، وأنا بدي أطلب منه أولا بدي أقول له الحمد لله على السلامة لأنه كمان هو كورونا. صحيح. وبدي أقول له مثل ما عملت معراب الأول جرب عمول المعراب الثاني، لأنه لما سقطت هذه الثنائية أضعفت الجانبين. ولكن معراب الأول يعني فشل، كيف عم تطلب منه يعمل معراب الثاني؟ ليش فشل؟ يعني وقت اللي الطرفين تخلوا عنه صار في إخلال بالاتفاق. لا خليني أحكي، والناس معظم الناس صار بتقول عنه مصلحة مش مصالحة. كيف بدك تعمل معراب ثاني؟ أنا رح أحكي، أنا ما عم فوت بتفاصيل شو انكتب بمعراب، أنا عم فوت بتفصيل أنه بالنهاية معراب كان قرار دعم ميشيل عون رئيسا للجمهورية. هذا الجزء من معراب يلي بيهمني، هذا الجزء العملي، الباقي كله قابل للنقاش، بس هذا الجزء المعراب. وهلأ برجع بقوله أنه لازم يضل قايم بهالعمل تيضل هالثنائية قوات طيار قائمة، لأنه شوفي الوحدة قوة. بس هيدي الثنائية عندها أمل أنه ترجع تنجح؟ ليش لا؟ ما فيش مع 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 أرادة مع شيء. لا ما في، معراب كانت الخطوة الرئيسية اللي جعلت نحل مشكلة رئيس جمهورية بعد مدري قد سنتين من الشغل. مستعد تعمل مبادرة لجمعهم من جديد؟ لا لا أنا بتساهم بمعراب اثنين حضرتك؟ أنا 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 مقتنع أنه ضروري. لكن قوة المسيحيين بهيديك الأيام كان أنه في كميل شمعون وبيير جميل، على الرغم من أنه اختلفوا عن 100 قصة وصار 100 قصة بيناتهم، ضلوا يجتمعوا وضلوا بحلف. أنا بقول رغم كل شيء ورغم كل الخلافات لازم الطيار والقوات يضلوا متفقين.